الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المشاهد الكريم. آه الى حلقه اخرى من هذه السلسله في التدبر في ايات الله عز وجل وفي هدايات القران الكريم التي وضع لها هذا العنوان المبارك. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. آه الله عز وجل آه يهدينا للتي هي اقوم في 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 تصوراتنا وفي افكارنا وفي احكامنا وفي آه وفي كل شيء، ولذلك قلنا هذا الكلام جاء على هذا الاطلاق. آه الاسلام حرب على طريقه على التبعيه. أن يكون الإنسان تابعا لغيره آه ولذلك القرآن يأمر الناس بأن بأن يتفكروا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا هذه الآية تدل على ان الانسان احيانا قد يغيب عقله و ويصبح عقله هو عقل المجموع يفكر بطريقه الناس ويقول راي الناس و ويفعل فعل الناس لكنه لا يتفكر في خاصه نفسه و ولا يتامل ولا يتبصر بنفسه وانما هو مساير لما يكون عليه الحال جميعا. هذه صوره غير مرضيه. صوره الانسان الذي يسمع كلام الناس فيقول هو يقول ما يقوله الناس ولذلك الرسول الله كان يقول للناس لا يكن احدكم ان معه يقول انا مع الناس ان احسن الناس احسنت. وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم فيكون عند الإنسان هذا المقياس وهذا المعيار الدقيق في أنه ينظر ويتبصر فإن وجد خيرا فعله الناس فعله مع الناس وإن وجد شرا قاله الناس او فعله الناس لم يكن متابعا لهم. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لكن احيانا يصبح الطلب استغلال الراي هو نفسه افه افه اخرى جديده. يعني الانسان بين افتين بين افه ان يكون متابعا فقط للناس وبين ان تستحوذ عليه نفسه وشيطانه ف... ف... فيميل الى الشذوذ ويميل الى المخالفه لا لشيء الا لانه يريد ان يخالف الناس هذا ايضا مرض مرض جديد يعني اذا كانت التبعيه ومتابعه الناس فيما احسنوا وفيما اساءوا مرض كذلك حب المخالفه الناس وحب الشذوذ عن الناس هذا أيضا مرض آخر والقرآن يحدثنا كذلك عن هذا قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم يعني هذا إنسان يريد أن يخالف رأى المسلمين جميعا على طريقة واحدة وعلى رأي واحد وعلى منهج واحد وهكذا فهو يريد أن يخالف بعدما تبين له الهدى من باب أن يظهر أنه مستقل في رأيه وأنه له رأي مستقل وهكذا فيخالف من أجل المخالفة الحالة الأولى التي تكلمنا عنها في البداية هي حالة تجعل الإنسان كأنه فرد في قطيع من الماشية انه فقط مساير ومتابع والحاله الثانيه هذه حاله الرغبه الشديده في ان في المخالفه من اجل المخالفه تجعل الانسان في صوره شيطانيه صوره الشيطان الذي يريد ان ان يشذ عن الناس كما شذ كما شذ الشيطان الاول عندما ابى ان يسجد لما سجد الملائكه لادم عليه السلام امتثالا لامر الله فهو ابى وخالف واستكبر واستكبر وهكذا فيتبين له الهدى ويتبين له الحق فيجد الناس كل يجد الناس كلهم على هذا الحق فهو يخالف من اجل المخالفه ليكون مختلفا عن الناس ليكون متميزا عن الناس هذه افه اخرى فلا هذا الطريق ولا ذلك الطريق المسلم شانه انه يتلمس الهدى و ويجتهد في, في 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 ان ينظر في 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 الحق وفي الصواب فان وجده كان متبعا له. القران كذلك ذم اقواما سابقين جاءتهم رسلهم بالبينات فابوا ان يستجيبوا لاولئك الرسل و وكانوا آه يقولون آه إنهم يتبعون آباءهم إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما حاور قومه عن هذه الأص... في هذه الأصنام التي يظلون لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون هذه القضية وجدوا آباءهم يفعلون هذا الفعل فهم على اثار ابائهم مقتدون يعني هم فقط يسيرون على طريق الاباء وعلى طريق الاجداد فهذا شيء مذموم لا يمكن ان يكون هذا حال انسان شرفه الله عز وجل وكرمه بهذا العقل المميز الذي ينبغي عليه ان يوظفه ليميز به بين الحق والباطل وبين الخطا والصواب فيعطل هذا العقل ليصبح فقط مقلدا تابعا للاباء وللاباء وللاجداد فهذا نموذج نموذج منحرف لا يشبه المسلم ولا يشبه الانسان المكرم الذي كرمه الله عز وجل. لكن القران يعرض لنا نموذجا اخر فيه متابعه للاباء. لكنه نموذج مشرق. مع ان فيه متابعه للاباء. وهو نموذج يوسف عليه السلام. نحن نعلم ان يوسف عليه السلام هو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. ابن يعني هو يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم السلام اجمعين. فيوسف عليه السلام قال قوله في السجن انه متابع لابائه، لا يجد ابدا حرجا في ان يقول انه متابع لابائه قال اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون واتبعت مله ابائي يعلنها بهذا بهذا الوضوح واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون فيوسف عليه السلام متابع لابائه ما الفرق بين هذه المتابعه وتلك المتابعه الفرق بين المتابعتين ان هذه متابعه على بصيره يعني يوسف عليه السلام لا يتابع الاباء من اجل المتابعه فقط لانهم اباؤه واجداده ولكن لانه يعلم ان الخير في هذا الطريق في طريق ابائه ابراهيم وإسحاق ويعقوب طريق النبوات وطريق الهدايات وطريق الرسالات طريق النور فهو متابع على بصيرة ليس على عمى أما أولئك فيتابعون على عمى أنهم فقط وجدوا آباءهم يفعلون هذا الفعل لو سئلوا عن عن مقصود الفعل وعن مآلات هذا الشيء لن يجدوا جوابا هم فقط متابعون أما يوسف عليه السلام فمتابع على بصيره ومن هنا فالامر كله يقوم على النظر الصحيح وعلى وعلى الحكم الصحيح يعني بعض الناس الان في زماننا هذا يريد ان ان يطوي صفحه تراثنا كله بالمقدس منه وغير المقدس يطوي صفحه التراث لياتي بشيء جديد وبعض الناس ينظر في التراث كله فينزل غير المقدس منزله المقدس فيتابع القديم ان كان مقدسا او غير مقدس فقط لانه قديم هاتان الصورتان منحرفتان القسط والعدل في هذه القضيه ان الانسان ينظر في في الامور كلها ويتابع على هدى ويتابع على بصيره فان وجد الخير كان اولى الناس آه تمسكا به واتباع واتباعا له العصبيات هذه التي تحول بين المرء وبين الحق وبين الحقيقه كثيره جدا من بينها متابعه الاباء من بينها متابعه الهوى هوى النفس حب الشهره حب التميز هذه اشياء كلها تحول بين الانسان وبين اتباع الرشد واتباع الحقيقه. احيانا الانسان لا يصده عن الحق الا الحسد. يعني ابو جهل آه قال قوله قال تنا قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم ان محمدا لم يكذب قط ولكن تنافسنا نحن وبنو هاشم الشرف لانه من بني مخزوم. تنافسنا نحن وبنو هاشم الشرف سقوا فسقينا وأطعموا فأطعمنا حتى إذا كنا كفرس كفرسي رهان أو قال كركبتي بعير قالوا منا نبي يوحى له من فوق سبع سماوات أن يدرك هذا والله لا نؤمن به أبدا والكلمة نفسها قالها قوم مسيلم الكذاب من بعد لما قالوا والله إنا لنعلم أن مسيلم كاذب وأن محمدا صادق ولكن كذاب ربيعة احب الينا من من صادق مضر الامر امر عصبيات وامر هذه الاهواء وحسدا او حقدا او مناصره للذي يليه الانسان وهكذا فهذه الاشياء كلها تصد عن الصراط المستقيم وتحول بين الانسان وبين الوصول الى الحق والى الصواب الله نسال ان يجعلنا ابدا هداه مهتدين لا ضالين ولا مضلين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته